مشاهدي قناة الساحل تي في، مسرح مباراة فريق الملعب السوسي وأمل حفوز، ملعب مصطفى عمارة، لقاء محترم جدا بين الفريقين، ارتقى إلى مستوى فني عالي الحقيقة. الفوز كان في الأخير للفريق اللي كان عنده إصرار أكبر من الثاني على الانتصار، 1-0 للملعب السوسي على حساب فريق الأمل الرياضي بحفوز ضيف مدينة سوسة. انتصار ثاني على التوالي للفريق اللي كان يعاني في أسفل الترتيب، اليوم نجم نقول النتائج بدأت تتبع والأجواء أصبحت أفضل في هذا النادي. تقرير مفصل عن المباراة تشاهدونه على قناة الساحل تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. زياد سماري لاعب فريق الملعب السوسي، انتصار ثاني على التوالي، الروح رجعت اللي فيه متاع المدرب هذا ولا انتم خذيتوا بزيد فلوس لايمات؟ لا لا لا، اللي فيه متاع المدرب وزيد الاولاد لمينا مع بعضنا وقعدنا قلنا لازمنا مش استاد ماهيش مكانها المناسب هذا، لازمنا نطلعوها من الحفرة اللي هي فيها، فهمتني؟ وقعدنا جوارات مع بعضنا وحكينا مع بعضنا، نقفوا للجمعية وإن شاء الله، فهمتني؟ إن شاء الله نمنعوا جمعية وإن شاء الله نرجعوها لبلاستها المعهودة. صيب استنى فيكم أكيد أكيد، نهار الأربعاء فهمتني الجارة القلعة الصغيرة، إن شاء الله نحضروا ماتشونا وإن شاء الله ثمك الخير. دربي سخون برش أكيد أكيد، فهمتني؟ ديجا معروفين ماتشواتنا ديما سخونين، ديما سخونين، اما في المتناول في المتناول ان شاء الله. مالك عايش كاس سي محمد زهير معروف باسم جاكوب، سي محمد زهير معروف باسم جاكوب في بتبيع فريق الملعب السوسي، اليوم خدمت برشا خدم مدرب كيني وليدي طول عمري 45 سنه في الملعب السوسي، هذيك خدمتنا على خاطر الجمعيه اكثرتها اولاد الجمعيه بعدوا على الجمعيه قعدنا 4 كعبات، هذاك اش نعملوا كل شيء، معناتها مش دوبل فونكسيون وتريبل فونكسيون، باش نقول لك ليسونسيال ربحت الجمعيه باش نطلعوا الجمعيه من القاع البير قدرة ربي. والله ياس بوكوت فاكتور، والله بوكوت فاكتور بوكوت فاكتور، الروح رجعت الجرين ترجعت اولاد، قلت لك حسوا بكل ما بعضهم الجمعيه ماهيش نتاع الموقع نتاعها هذاك، وحبوا يهزوا الجمعيه ما هي فوق باسم الملعب السوسي على خاطر معروف الملعب السوسي من قديم الزمان، كيما ياسر كيبات في تونس، كيما سوتي والشيمينو وغيرها وغيرها، هكا هو اللي غالب المال قوام عمل، هذيك هي هذيك هي، بارك الله فيك، عايش عايش عايش. صاحب سليم السعودي عضو هيئه مديره فريق امل حفوز، اليوم هزيمه لم تكن متوقعه. والله الامل الرياضي بحفوز الساحل اليوم يمكن برشا تعب وجواراتنا
اكثر حاجه نحب ناكد عليها فوزي اللي احنا قاعدين نكاور باولادنا الانتدابات لحد شيء. اليوم ما فماش حتى روندمون باهي نتاع الجوالات نتاعنا. ان شاء الله احنا في بلادنا لازمنا ما نساوموش، اهم حاجه نحافظوا على الكيب نتاعنا اللي هي اولادنا احنا 100% ولاد حفوز. ودونك نحاولوا في الميركاتو الجاي ان شاء الله ندعموا جمعيه على الاقل باربعه منتدبين يكونوا في المستوى باش يقدموا الاضافه الامل الرياضي بحفوز، لانه الحقيقه كل الفرق نتاع الرابطه الثالثه نفس المستوى، ما فماش ايكيب خير من ايكيب بعيد على بعضها. التحضيرات بدينا مؤخر قبل بجمع ما تبدا البطوله، دونك باش تلقى النتائج من الذبذبه. ان شاء الله في المستقبل الامل الرياضي بحفوز يعمل نتيجة إيجابية خارج الميدان، لأنه مشكلة كبيرة في جمعياتنا أنه ما نجيبوش الانتصارات للأمل الرياضي بحفوز خارج القواعد الأمل. سي سالم القذامي مدرب الأمل الرياضي بحفوز، الحقيقة ما بعدش برشا الانتصار اليوم، ثم في دقيقة يظهولي 80 جات الكرة تاع لاعب اللي دخلته محمد رويني، كنت نجم تقدم المباراة. في المقابل فريق محترم جدا الملعب السوسي الحقيقة يلعب مجموعة من اللاعبين الشبان اللي عندهم مستوى محترم برشا. أكيد مقابلة هي أنا نعرفها منذ البداية مشكلة مقابلة صعيبة بحكم أنه السوسي معناها مطالبة بالانتصار على أرضية ميدانها. نعرفوا قيمة المنافس رغم النتائج المشي المتواضع نتاعو، لكن هو النتائج نتاعو تنجم تكون خير منك على المستوى الفني اللاعبين اللي عنده. اليوم نحن دخلنا المقابلة ما كناش في أحسن حالاتنا، لكن بمر الوقت حسنا في التمركز نتاعنا وقمنا بالتغييرات اللازمة، قبلنا هدف ضد مجرى اللعب أقولها بصراحة، لكن في الشوط الثاني معناها كما كنا نحن نسجلوا هدف التعادل كما كان ساسوسيا يعد ما يسجل الهدف الثاني، وهذيك هي الكرة. مبروك أستاذ الانتصار بتاعها. المقابلة جاية عنا ليلة في حفوز مطالبين كم بالانتصار ولا غير الانتصار. نحن ما سوينا في حتى مباراة، ان شاء الله نكملوا في السيري متاع الفيكتوار في حفوز ان شاء الله يا ربي. والله السعود معناها يلزم امكانيات بصراحه، نحن كما تعرف كلهم ابناء جمعيه تو يلعبوا ابناء حفوز، معناها اذا كانت تحب تلعب على السعود معناها يلزمك معناها انتدابات اكيده واكيده جدا، وان شاء الله نحن نجلسوا مع الهيئه ونشوفوا معناها. حتى الاهداف نتاعنا ما كانتش هذه، الاهداف نتاعنا في اول الموسم كانت هي معناها التمركز في وسط التابلو معناها فهمت، والابتعاد على المؤخره، هذا نحن ان شاء الله نحققوه معناها، لكن اذا كان مش بدل الاهداف نتاعك يلزم امكانيات اخرى معناها. عايش كربي فاضل كرب. يا
I'm gonna go to the hospital.